بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، في البداية أنا سعيد بوجودي بينكم وأشكر لكم هذه الدعوة الكريمة في مناقشة ومدارسة موضوع مهم، والأهمية هذه تكمن في عدة جوانب. الجانب الأول خطورة الموضوع وأهميته، فنحن نتكلم عن الشباب أو الطلبة وما يؤثر فيهم من بعض الأفكار التي قد تصل بهم إلى والعياذ بالله ترك الدين بالكلية. فالقضية ليست قضية عادية، هي قضية مصيرية. هذا الجانب الأول من الأهمية. الجانب الثاني أن الموضوع واقعي يمسنا جميعا، فنحن لا نتكلم عن قضايا نظرية، احتمالات أو فرضيات، وإنما الكل، وأنا أجزم أن كل واحد فيكم عنده على الأقل قصة أو قصتين فيما تتعلق بتأثر الشباب ببعض الأفكار المنحرفة. الأهمية الثالثة أن موقعكم كمعلمين، وإحنا كمعلمين، أنا مثلكم أيضا معلم، يضعنا في خط الدفاع أو من خطوط الدفاع الأولية. يعني لما يصاب الشاب بشيء من التأثر بالشبهات، راح يكون أمامه ثلاث، يعني خلينا نقول أمور: عند البيت الأسرة الأب والأم، وعنده المدرسة، وعند إمام المسجد. أضعف هذه يمكن إمام المسجد، لأن يمكن أحيانا بعضهم ما يصلون في المساجد، وإذا كان يصلي ففي حاجز بينه وبين الإمام أو المؤذن، بحيث يصعب عليه اللجوء له. ولما نأتي للأم والأب، نجد أن في الغالب هناك ضعف في كيفية معالجة هذه الأشياء. فأنا أتصور أن أهم خط هو المدرسة والمعلمين ومعلمي التربية الإسلامية على وجه الخصوص. فهذا يعطينا خطورة هذا الموضوع وأهميته، وأهمية أن يكون معلم التربية الإسلامية خاصة، ومعلم أي مادة، لأن التربية والتأثير على الطلاب من جهة يعني القضايا الفكرية لا يقتصر على معلم التربية الإسلامية. يعني أي معلم يقدر يعني يؤثر إيجاباً على الطلاب. فهذا يعطينا أهمية هذا الموضوع وخطورته وضرورة تسلح المعلم بهذه الأفكار. طبعاً الموضوع كبير، احنا ما راح ناخذ كل تفاصيله، لكن راح ناخذ أهم النقاط الأساسية اللي ممكن أضعها على شكل نقاط أو قواعد. ودي أفتح المجال صراحة، طبعاً أثناء الحديث أي واحد عنده سؤال أو مداخلة ما في مانع يعني الإثراء أثناء الحديث، وبعدين في مساحة ودنا نتركها للي عنده إضافة، لأن أيضاً أنتم في ميدانكم عندكم تجارب أكيد، وأنا كذلك مو جاي بس ألقي ما عندي، أنا جاي أستفيد كذلك من تجاربكم العملية. أكيد كل واحد فيكم يا مر عليه قصة أو سامع قصة أو يعني عنده خلينا نقول يعني في ميدانه التربوي شيء من التجارب اللي ممكن تثري الحديث. فراح نتكلم عن يعني عدة محاور خلينا نسميها أو قواعد.
الأمر الأول خلينا نسميها القاعدة الأولى أو النقطة الأولى بس حبيبي وهي قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شنو علاقة هذا في موضوعنا؟ علاقة هذا في موضوعنا أن الإنسان يجب أن يدرك أنه سبب ومجرد سبب في الهداية، وأن الهادي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. يعني أنك قد تبذل من النصح والتوجيه وكل أنواع الإصلاح ولا تلمس ثمرة ملموسة، وهذا الأمر يجب ألا يصيبك بالإحباط ولا تشعر أنك مقصر أو مخطئ، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية، الهداية قد تتأخر. يعني لما مثلا تناقش أحد أو توضح لطالب فكرة معينة، تجيب عن سؤال، تزيل إشكال، ولا يظهر عليه عمليا الاستجابة، لا تخاف، لا تجزع. فالمقصود أن لا تجزع أو تخف أو تقلق إذا لم تلمس نتيجة فورية لأثرك على الطالب، واضح؟ بل بالعكس، أحيانا يكون هناك يعني نوع من الاسترجاع. يعني مرة في شاب جاني في الكلية وكان عنده بعض الإشكالات، جلست معه جلسة يمكن حوالي ساعتين، لم يبدي فيها أي نوع من أنواع الاستجابة. يعني كل ما يسأل سؤال أجاوبه ما يعلق، أو أحيانا يعلق بأنه مو مقتنع أو شيء من هذا القبيل. فبعد قلت له خير إن شاء الله. طبعا حاولت في أن بعد ما ينتهي الجلسة دائما أقول له ارجع إلى دائرة الإسلام مرة أخرى، ورجوعك إلى دائرة الإسلام لا يلغي عنك التفكير، الإسلام لا يمنعك من أنك تستمر في البحث والسؤال والتفكير. لا، أنا ما أقدر أدخل الإسلام وأنا غير مقتنع من هالكلام. فانتهت الجلسة على هذا الأساس وراح. بعد قرابة 9 شهور تقريبا أو 10 شهور ما وعيت إلا مرسل لي رسالة في الواتساب مطولة مكتوبة: السلام عليكم دكتور، أنا ما أدري تذكرني ولا لا، أنا اللي كنا جالسين معاك في كذا كذا ومن هالكلام وتناقشنا، أبشرك أن ترى اتضحت لي بعض الأشياء وبديت رجعت للإسلام مرة ثانية ورجعت أصلي وإلى آخره. ففرحت بذلك جدا وأيقنت أن الحمد لله الإنسان مو بالضرورة يرى النتيجة عمليا، بل مو شرط تراها أصلا وأنت حي، ممكن بعد الوفاة، وممكن بعد يعني ممكن تلقي ما عندك من خير. وكما تعلمون الأنبياء عليهم السلام يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرهيط، والنبي معه الرجلين والثلاثة، ويأتي النبي ما مع أحد وهو نبي. إذن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، كل ما تلقيه وتتلفظ به حتى ولو بشكل عفوي له صدى وأثر على الطلاب من حيث لا تشعر، وأحيانا يصل بشكل أنت ما تتوقعه سلبا أو إيجابا. فالفهوم تختلف والإدراكات تختلف، وأحيانا الإنسان بدون يعني قصد يلقي كلمة على سبيل المزاح أو على سبيل يعني يرمي إلى شيء في ذهنه لم يوضحه للطالب، وبعض الطلاب
ما عنده ذاك الإدراك فممكن يتأثر سلبا أو إيجابا. فلذلك على المعلم أن ينتبه إلى هذه النقطة خصوصا في القضايا الدينية. النقطة الثالثة، إذا سئلت سؤالا خصوصا فيما يتعلق بالشبهات وليست عندك الإجابة الشافية، وليس بالضرورة أن يكون عندك شيء من الإجابة، لا، يجب أن تكون إجابة شافية، فلا تجب. يعني أحيانا أنت ممكن تملك طرف الإجابة، سامع عن إجابة، والطالب يسألك سؤال، إذا ما تملك الإجابة الكاملة، الإجابة الشافية، ترى ليس معيبا أنك تقول ببحث وبرجع لك. الخطأ، بل أنا أقول الخطر، أنك تسارع بالجواب وأنت لم تنضج الإجابة عندك. ليش أقول خطر؟ لأن ممكن هذا يؤدي بهذا الشاب إلى ترك الدين، وقصص شهدتها بنفسي، سمعتها بأذني من أصحابها، أنه كان أصلاً متزعزع بين الإسلام والكفر، وكان عنده بعض الأسئلة، فسأله من لا يملك الإجابة الشافية فجاوب بدون علم، فهذا الشاب قال هذا جواب غير مقنع. إذن الإسلام، هو ما راح يقول فلان، أنت وانت تتكلم لن لا تمثل نفسك، تمثل الإسلام شئت أم أبيت، راح يقول في نفسه هذا الشاب الإسلام لا يملك الإجابة. وهذه قصة ذكرتها مرارا، شاب ممن ناقشتهم، سبب إلحاده مؤذن مسجد، مؤذن مسجد، جاوب بدون علم، يقول كنت أسأل والدي وأنا عمري 17 سنة أسئلة كثيرة، وأبوه طبعا ما يملك جواب، ليس مثقفا أو متعلما، فالأبو خاف من أسئلة الولد وما عنده أحد، التفت ما لقى إلا المؤذن في بينه وبينه علاقة. ففي مرة من المرات وهو طالع من صلاة العصر مسك المؤذن قال أنا الولد عندي في البيت يسألني أسئلة وكذا، أمش معاي خلني قاعد معه. فشذي يعني قاعد، أخذ المؤذن وياه وراحوا البيت، دق على الولد تعال دوانية، عمره 17 سنة، جاء الولد الدوانية، قال يقول الولد يسولف لي، هو دخلت لأبوي والمؤذن، تعال يا ولد اسأل الشيخ أسئلتك اللي كنت تسألني إياها وكذا وكذا. فيقول سألت السؤال الأول، السؤال الثاني، الثالث، المؤذن يقول ما عطاني إجابات، يقول أنا قاعد أصحح له، الولد كان يحاول يقرأ ويدش ويطالع فيجاوبني، فأقول لا ترى مو كذي الجواب، أنا قاري في الكتاب الفلاني، فيقول ها صح صح ويرجع معلش أنا اشتبه علي أنا كذا. إنزين، ما أنت ملزوم، يعني يا أيها المؤذن لست ملزما مهما كنت. فش قال الولد؟ يقول أنا قبل كنت متشكك، بعد هالقعدة ألحت والعياذ بالله، يعني طلع من الدين، قال هذا اللي كنا نشوفه حنا هذا مؤذن مسجد إذن هو الإسلام، وهذا نظرة خاطئة صح ولكنها الواقع، هذا اللي ينظر له هذا الشاب، فترك الإسلام لأنه يقول شفت أن من الإسلام لم يجبني. فإذا ما كنا نملك الإجابة الشافية الوافية لا نجاوب. أبسط ما يقال حاضر أبشر هذا السؤال، سجل السؤال، والحصة القادمة إن شاء الله تعالى جاي معاي الجواب عادي، ترى بالعكس، لأن الشاب خصوصا إذا كان هو يعني يبحث، وفي منهم ناس يعني عندهم شيء من الذكاء، بل في الغالب ترى غالب هؤلاء يتميزون بصفتين، الذكاء الحاد
وأدب، فيهم أدب جم في الغالب، لا في يعني حالات شاذة، لكن في الغالب تلقوا عند مؤدب وذكي ولكن شاطح. فيبين اللي يتكلم وهو فاهم واللي يتكلم وهو مو فاهم، يعني حتى لو أنت على أي مستوى من مستويات المعرفة مو متخصص، أي واحد يتكلم في مجال أنت مو متخصص فيه، أنا عن نفسي مثلا أعرف هو فاهم ولا مو فاهم، واضح؟ يعني حتى لو طبيب يشرح في الطب ما أدري، أحس أنه يبين اللي يتكلم عن فهم واللي ما يتكلم عن فهم. وبالتالي إياك أن تجيب أو تحاول أن تناقش قبل أن تكون عندك الآلة أو المعلومة الكافية. النقطة الرابعة، حذر إذا كان الموضوع اللي راح تتكلمون فيه مثار شبهات، مثار أو طلب منك شاب أنك تقعد معاه، حذر له. أنا مثلا ما أجلس مع واحد إلا أنا محضر. إذا واحد قال لي أنا ودي أقعد معك قعدة، أولا أقول له شنو الموضوع اللي تبي تناقشه، ما أقعد مع واحد وأنا ما أدري شنو هو بيسألني فيه، ما أقعد أولا، لأن ما عندي وقت أقعد معه أسمع أسئلته بعدين أروح أقول للجاية الجاية أكمل لك، لأن أنا مو داش اختبار، أنا ما بك تختبرني ولا اختبرك، أنا جاي أفيدك، وبالتالي ماني جاي أستعرض أني أنا أعرف كل شيء أو أجاوب كل شيء، لا أنا جاي أعطيك المعلومة. فمو غلط للحين أقول شنو أسئلتك، شنو الموضوع بالضبط اللي تبيه، وإذا أعطاني المحاور في النقاش ما أسمح له يتشعب، أقول له خلنا نناقش في موضوعنا اللي إحنا فيه. وأحياناً أحضر معي المراجع بعد، أو أصورها معي بالتليفون، أو أجهز. يعني من فوائد التحضير، أول شيء اختصار الوقت، ثاني شيء خلينا نقول إعطاء الموضوع حقه وإفادة المستمع، ثالث شيء تحضير المراجع. أحياناً مقطع فيديو كفيل أنه يعالج الإشكالية. يعني مرة شاب أعطاني بعض الأسئلة واتفقت معاه، فحضرت له مقاطع فيديو تتعلق بأسئلته، جهزت اللابتوب وجهزت المقاطع وقعدنا، وأنا جاوب قلت له ثواني، طقيت له المقطع وعطيته، حتى في مقطع طويل قلت له أنا بخليك بروح شوي وبجي، خليته يطالع، وفعلا قال خلاص أنا كان عندي 3-4 أسئلة راحت. فهذه فائدة التحضير. فالمقصود أن هذا المجال كثر ما تقدر لا تخلي الموضوع على البركة، لا حضر استعد، وإذا صار موضوع مفاجئ ما في مشكلة، قول إن شاء الله بإذن الله، إذا ما تملك الإجابة، إذا تملك الحمد لله، إذا لا تحس أن الموضوع ما نضج في ذهنك ما في خطأ ولا عيب، حبيبي حياك الله حبيبي، ما في أي شيء يعيب إذا قلت له ثواني أنا أبي أحضر الموضوع، أبي أسأل وأبحث وأرجع لك. هذه نقاط مهمة. كذلك من القواعد المهمة في هذا الباب، ما هي المسائل التي تناقش؟ بمعنى أو قبل المسائل التي تناقش في نقطة أهم، أرضية المناقشة. هذا فخ مطب يقع فيه الكثير ويسبب خللا في النقاش لا ينتهي، وهو الأرضية المشتركة للحوار. شنو يعني الأرضية المشتركة للحوار؟ يعني شنو المصادر المعرفة اللي أنت تبيها؟ شنو اللي يقنعك؟ يعني هناك شيء اسمه نظرية المعرفة. نظرية المعرفة
بمعنى كل إنسان له مصادر معرفة يثق فيها، إذا ما أتيت من خلال هذه المصادر ما راح يقتنع. طبعا هذا كلام يطول تفصيله، ما بأدخل أنا شنو معنى مصادر المعرفة وما هي أنواعها وما هي تفاصيلها، لأن الكلام فيها يطول، وتستطيعون الرجوع لمحاضرة في اليوتيوب بعنوان نظرية المعرفة، فيها من أراد أن يعني يأخذ تفاصيل في هذا يسمع هذه المحاضرة. لكن المقصود أن لابد أن قبل أدش معه في نقاش لازم تعرف هو شلون يفكر، يعني آخرها قبل الخميس اللي فات كان عندي نقاش مع واحد سعودي تواصل معي إنه عنده بعض الأسئلة وصار في اتصال، وأنا كلمة قال أنا عندي أسئلة، وكان مؤدب من الحلال، وأنا عندي بعض النقاشات وكذا. فقلت له قبل النقاش أنا ودي أعرف مصادر المعرفة عندك، أو أنت شنو يقنعك، وفي سؤال مهم، هل أنت أصلا تؤمن بوجود حقائق؟ لأن إذا أنت ما تؤمن بوجود حقائق النقاش معك عقيم، يعني راح أتعب نفسي وأنت تتعب نفسك، وآخر شيء أنت ما تؤمن بوجود شيء حقيقي أصلا. طلع في الحقيقة نعم لا يؤمن بوجود حقائق، وهؤلاء اللي يسمونهم السفسطائيين. السفسطة، ما معنى السفسطة؟ السفسطة هو عدم الإيمان بحقيقة، وهذه نقطة مهمة يعني ودي أنا أعرج عليها ويعني أنبه لها، وهي أن العصر هذا اللي احنا فيه مقصود أن يكون هناك سيولة معرفية. ما معنى السيولة المعرفية؟ يعني العصر هذا يسمونه عصر السيولة، يعني شنو؟ يعني لا يراد للإنسان أن يكون عنده حقائق صلبة، يبون الواحد سائل، مهما تغير الزمن لازم هو يتغير وياه، مثل الماي، تحطه على قوري يصير الماي على شكل قوري، تحطه على إناء مثلث يصير الماي مثلث، دائري يصير دائري. ما في قاعدة أساسية. كل وسائل الإعلام، كل حتى الروايات، يعني التوجه في هذا العصر توجه السيولة المعرفية، يعني ما في شيء اسمه حقيقة، الحقيقة نسبية. اليوم أنا مؤمن بشيء، غدا أغير هذه القناعات إلى قناعة أخرى، وأنا مو غلطان لا هني ولا غلطان هني، بل في نفس اللحظة أنا أتبنى فكرة وأنت تتبنى فكرة مناقضة، أنا صح وأنت صح، هذه الفكرة هي اللي تروج الآن، بل وصلت الفكرة هذه إلى العقائد والأديان، أنت مسلم مسيحي يهودي كلنا واحد، كلنا بشر كلنا أخوان. سمعت عن قضية المشترك الإنساني، عن قضية الديانة الإبراهيمية، هي ذروة سنام السيولة المعرفية في هذا العصر. الإنسانية يبون، طبعا هذا له خلفية سياسية. أنا أقول لك الآن، يعني فكرة الديانة الإبراهيمية هي فكرة يراد منها توطين الكيان الصهيوني في المنطقة، حياك الله حبيبي. بمعنى الآن كل مكر الليل والنهار وكل المحاولات الآثمة لتوطين وتطبيع الكيان الصهيوني في المنطقة، ما هي الصخرة التي تصطدم في هذه المحاولات بشكل مستمر؟ الدين، صح ولا لا؟ كل شيء متعرض للذوبان، لكن يصلون عند الدين ما يقدرون. يهود لتجدن أشد الناس عداوة
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وآيات وأحاديث والناس اللي مخليها صامدة وصلبة هي قضية الدين. إن هذا المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ليست قضية مال لأنهم أغروا، وهناك من اللي كان قضيته مال ذاب. ليست قضية سياسة، اللي قضيته سياسة ذاب. ليست قضية فكرية أو ثقافية، الصخرة الصلبة أمام تمرير الأفكار الخبيثة هي الدين. لذلك بعدما عجزوا عن تذويب الإسلام، حاولوا بإيش؟ قالوا خلاص لا تذوبونا، خلاص خلونا كلنا نبين للجميع أن كلنا واحد. لذلك يعني الرئيس الأمريكي سمى اتفاقيات التطبيع الأخيرة اتفاقية الإبراهيمية، معلن هذا لما وقعها ترامب، قال هذه سميها اتفاقية إبراهيم، سماها اتفاقية الإبراهيمية بشكل معلن. فهذا العصر عصر السيولة المعرفية، يبون إنسان سائل. هذا الإنسان السائل، ليش أقول لكم خلفية سياسية؟ لن يعارض شيء، ولن يعني يكون عنده مبادئ صلبة. تقول له يمين راح يمين، تقول له يسار راح يسار، تقول له أنجز أنجز، تقول له يتشكل معاك على كيف كيفك. هذا ليش؟ لأنه سائل. لذلك تجد الضخ الإعلامي المقصود والمرصود والأفكار، يعني هي مثل الجوقة، مثل الموزعين، فكرة معينة يجب أن تطرح بنفس الشكل. فيأتي الشاب الصغير بعبارات أنا أقراها، بعضهم يغرد عن حسن نية يمكن، أن والله الحقائق لا يوجد حقيقة مطلقة والحقيقة نسبية، يمكن سامعين هذا، الحقائق نسبية ولا يوجد حق مطلق وإلى آخره. كل هذا ليش؟ لكي يحولون الإنسان إلى إنسان سائل. والإنسان السائل صاحب السيولة الفكرية المعرفية إنسان سهل التشكل، وأيضا في نفس الوقت ما يقتنع بشيء، ما عنده حقائق. فهذا يجيك الإنسان السائل، ما أقصد السائل، لا أقصد السائل المائع، يعني المشكلة لو تقول له الحقائق ما راح يقتنع فيها. فهذا الشاب السعودي لما كلمته وناقشته قال نفس الفكرة، تبين أنه صاحب فكر سفسطائي. فقلت له الحين والله هذا أذكر، قلت له الآن أنت كونك ماسك التليفون وقاعد تكلمني، وجود التليفون أمامك هذه مو حق، مو يقين؟ كان يقول بنسبة 99.9 هو حقيقة. قلت له من وين جت هذه النسبة 0.1؟ من وين؟ ليش؟ قال ما أدري يعني. قلت له أنت شون يعني؟ قال أنا عايش بشخصيتين، عشان أعيش مع الناس شخصية واقعية، لكن شخصيتي الحقيقية شخصية لا تؤمن بأشياء، وكل شيء عندي حق ليس حقا وليس واقعا. وهنا الخلل. لذلك من أساليب محاورة هؤلاء ما عدم الدخول معهم في حوارات قبل تضبيط نظرية المعرفة، أن يقتنع في شيء اسمه حقيقة وأن الحقائق يقين. وحتى هو قال أنت شلون عايش، شلون مستغرب، شلون عندك أنت يقين؟ يقين مو يقين، لا يعني كيف عندك أن في شيء حقيقي يقيني؟ يقول أنا ماني قادر أوصل للإيمان بالأشياء أنها حقيقة. وفي يوم من الأيام ضربت على حائط، كان واحد يناقشني وقلت له هذا الحين موجود؟ هذا الحين هل هو موجود؟ قال لي على الأغلب. تخيل على الأغلب أنه موجود يا رجل. قلت 1+1
يساوي اثنين؟ كان يقول إلى الآن إيه نعم. إيه والله. قلت له شون يعني؟ قال ممكن يطلع اكتشاف المستقبل، اختراع واحد زاد واحد ما يطلع اثنين. يمكن إحنا في حلم، شوف وصل وين الأمر فيه، يقول يمكن الحين أنا حلمان مو قاعد وياك، واكتشفت أن هناك فيلم مشهور عرفته من هؤلاء الشباب اسمه The Matrix، مر عليكم؟ طلع فكرة الفيلم أن الإنسان أحداث أحداث أحداث، وآخر شيء يطلع شنو؟ حاطين له جهاز، أو أن حلمان ما أدري شيء، أنا ما شفت. ها؟ ماني عارف، بس كثير من الشباب اللي ناقشتهم متأثر، قال يمكن حنا مثل الفيلم هذا، يمكن حاطين لنا شرايح، صدق والله، يمكن يكسرون الخاطر صراحة. فهو عايش على وهم وأوهام. فأحياناً ليش أنا أقول هالكلام؟ أحياناً يجيك واحد يسأل أسئلة، القضية مو في الأسئلة، القضية في عقله، في تفكيره. الدكتور بس هذا ما ممكن يكون مرض نفسي يعني. وارد. إذا زاد عن حده ما ينفع مع النقاش الفكري، حبيبي حياك الله. يروح لابد يكون الطبيب نفسي. وكثير من الحالات أقول لا أنت ما أقدر أناقشك. هذا مرض نفسي. أحيلك على مختص نفسي وتقعد وياه يفيدك. لكن إحنا أحياناً يعني الخطأ أن نتعامل مع كل سؤال بجدية. ما معنى بجدية؟ بمعنى أن فعلاً هو سؤال، لا هو أحياناً مو سؤال، أحياناً يخفي خلفه أشياء وأفكار خاطئة، أحياناً يعني يكون القضية ليست قضية سؤال بقدر ما هو خلل في التفكير. فقبل لا أدخل مع واحد في نقاش أتأكد من طبيعة عقله معاه، فأسأله سؤال: أنت تؤمن بوجود حقائق ولا لا؟ إذا قال أؤمن فهذه الحمد لله، هذا قابل للنقاش، أقدر أناقشه. إذا قال لا أؤمن بوجود حقائق، فالرد عليه بسيط. الرد عليه ذكره أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والنحل، تكلم عن هذه الفرقة قديمة. هذه الفرقة ترى هذه الفرقة أو هذا الفكر قديم، اللي هم السفسطائيون، من أيام اليونان. نعم، فلاسفة اليونانيون، كان في فرقة اسمهم السفسطائيون، وهم صنعتهم صنعة النقاش لذات النقاش لا بغرض الوصول إلى الحقائق. كل شيء يبون يناقشون فيه وليس هدفهم الوصول إلى الحقيقة. فالرد عليهم بسيط. ابن حزم يقول: يقال هذا الذي لا توجد حقائق مطلقة، يقال له قولك لا يوجد حقيقة مطلقة، هل هو حقيقة مطلقة؟ فإن قال نعم فقد ناقض نفسه، صح ولا لا؟ وإن قال لا فقد رد على نفسه. واضح؟ يعني إذا قال لا خلاص، إذا أنت نفس كلامك هذا. لذلك السعودي هذا اللي أمس قبل كم يوم لما قلت له، استخدمت معاه نفس القاعدة، قلت له لما تقول لا توجد حقائق مطلقة هل هي حقيقة؟ قال لا، حتى هذه قابلة، ما في شيء قابل نعم. قلت له إذن ممكن يكون، قال لي ممكن يكون كلامي غلط. واضح؟ قال ما أدري، صدق أنا ما أدري، أنا أحس أني مشتت، أنا أحس أني ماني مؤمن بشيء. فكسر خاطري صراحة، لأنهم يعيشون في دوامة، مثل اللي مو قادر يوقف على الأرض، ما في أرضية صلبة، أرضيته مثل الرمال المتحركة، وهذا خلل كبير. لذلك أحياناً ينفع الأسلوب الوعظي والتذكير أكثر من النقاش العقلي. النقاش العقلي ينفع لي من عنده حقائق، أما اللي ما عنده حقائق وتشعر بأنه يعيش في شتات، لا، هذا يستخدم معاه الأسلوب العاطفي، الأسلوب الوعظي، أن تقول له ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، وهذا أنت الآن تقع في دوامة، وهذه الدوامة لا ملجأ
لك منها إلا باللجوء والرجوع إلى الله. فالذكر بالله، لأن لما أنت تعرف أن مدام ما عنده حقيقة مطلقة معناته أن ما عنده عقائد، هو مشتت، قضية شتات وليست قضية بالضبط. وبالتالي تقول لهذا الشتات اللي أنت فيه جماع نفسك فيه بالرجوع إلى الله، صل حاول ترجع إلى الله. عليكم السلام ورحمة الله. وفي من الأساليب النافعة اللي استعملتها كثيرا، لما واحد يكون عنده أسئلة وتحس أنه مشتت وتحس أنه عنده إشكالات، تقول له إيش رأيك، أنا عندي فكرة، ارجع إلى الإسلام مرة أخرى زين، وصل، وأسئلتك هذه خلها، أنا بقعد أنا وياك إن شاء الله ونكمل نقاشنا فيها، لكن أنا أطلب منك طلب أنك ترجع مرة ثانية إلى الإسلام. ورجوعك إلى الإسلام ما يمنع من استمرار النقاش واستمرار البحث واستمرار كذا، فيرجع. إذا رجع هدأ، سبحان الله، يهدأ ويحس بالطمأنينة، ويمكن خلاص ما يسأل هذه الأسئلة مرة أخرى. فهناك شعرة بين السائلين اللي فعلا عنده إشكالية فكرية تستدعي نقاشا، وبين واحد ليست القضية عنده فكرية وإنما القضية عنده أما نفسية أو خلل في التفكير، فهذا له أسلوبه وهذا له أسلوبه. هنا تأتي حدث المعلم أو المحاور بحيث يعرف يميز هذا من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث فيها نقاش وتوضيح لأفكار، وفيها إحالة على الذكر والانتهاء، في أحاديث كذي وفي أحاديث كذي. مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. حلو. وفي حديث آخر لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار عنده شك في ابنه، أن ولده ما يشبهه، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من الشيطان وكذا، لا لا، أقنعه عقليا، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا أيضا لعله نزعه عرق. واضح؟ كذلك لما جاء في حديث لا عدوى ولا طيرة، فقيل النبي عليه الصلاة والسلام: ما إذن تكون الإبل الجرب مع الإبل الصحاح فتجربها، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ واضح؟ لأن لا عدوى ولا طيرة مقصوده أن المصاب بالجرب ليس هو الذي تسبب حقيقة، وإنما الله هو الذي أذن، هو سبب، فلا تعتقد أنه هو مؤثر حقيقي، لأنه ممكن الإنسان يختلط مع مريض ولا يصاب بالعدوى، فالله عز وجل هو الذي يأذن بهذا المرض أو لا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضح من أعدى الأول، إذا كانت القضية بسبب العدوى، إذن أول واحد أصيب بالمرض من اللي أعداه؟ واضح؟ إذن المقصود أن من يسأل ليس بالضرورة أن يكون مؤهلاً للجواب العقلي المنطقي، هناك من يحتاج إلى احتواء إيماني وعاطفي، وهناك لا، من يحتاج إلى جواب. كيف أميز؟ هنا تأتي الخبرة، تأتي الممارسة، ولكن هناك علامات. أولاً، العلامة الأولى أن تسأله عن مصدر هذه الأسئلة. إذا قال لك من عندي من الداخل، فهذا يرجح أنها عاطفية، وسوسة،
إذا قال لك سامع أو قاري هذا يرجح أنه يحتاج إلى نقاش، لأن جاه معلومة خارجية تحتاج إلى جواب. إذا قال لك من الداخل معناته هذه وسوسة، فليستعذ بالله ولينتهي. ولها طرق وأساليب يمكن ناقشها، وأنا ذكرتها في رسالة مستقلة، العلاج الشرعي للوسواس القهري. العلامة الثانية، إذا كان مضطرب وكاره لوضعه هذا يرجح أنه لا يناقش، أنه موسوس. أما إذا كان لا، مو سالفة مضطرب، لا هو تحس أنه مقتنع ويتكلم بكلام وهو مقتنع فيه، يمكن هو حاب أن يصل إلى الحقيقة لكن لا يشعر بضيق، هذاك لا. أحيانا يقول والله أنا كاره نفسي، بعضهم يقول أنا والله ودي أني زعلان ويبكي أحيانا، فهذا يدلك على أن هذا يحتاج إلى ليس نقاشا عقليا وإنما يحتاج إلى في أساليب. أن يؤمر بالاستعاذة بالله عز وجل وكثرة ذكر الله، أن يدعى له، أن يحتوى عاطفيا. أحيانا هؤلاء عندهم إشكالية في الاحتواء العاطفي، هناك جفاف. لذلك كثير من الحالات سببها الجفاف، خصوصا من الآباء. وهناك نظرية أنا أشوفها حقيقية، أن كثير من حالات الإلحاد سببها سوء العلاقة بين الأب تحديدا وبين الابن. ليش الأب؟ يقول لك أن الطفل وهو صغير ينظر إلى الأب أنه كل شيء، أنه سلطة عليا، ينظر له أنه قادر على كل شيء، هو يحسب أن أبوه يقدر يسوي كل شيء لأنه يشوف أبوه هو اللي يعطيه وهو اللي يسوي له وهو اللي ونسه وهو اللي وكله، فيعتقد أن أبوه هو كل شيء لأنه فكرة محدود، وأبوه قوي. لذلك لما يتهاوشون الأطفال يقول أنا أدي لك أبوي، صح ولا لا؟ لأن أبوه حسبه أنه سوبرمان. فلما لاحظ معي هذه الشخصية اللي ينظر لها الطفل بهذه النظرة يأتي منها أذى، شو يصير للطفل؟ يصير عنده ردة فعل لكل سلطة عليا، فيشعر أن هذا الأب اللي أنا كنت أعتقد أنه هو الحمالي وهو كذا وهو اللي يعطيني كل شيء وهو نفسه يصير مصدر قلق ومصدر خوف ومصدر عذاب، فيصير عنده ردة فعل لكل سلطة عليا، ولعدم نضج فكره ينسحب هذا إلى الله عز وجل. واضح؟ لذلك في كاتب اسمه بول فيتس ألف كتاب اسمه نظرية الأب المعيب، إيمان فاقد الأب، له عنوانين، وذكر في هذا الكتاب نماذج تاريخية لملاحدة مشهورين درس سيرهم الذاتية واكتشف فعلاً أن كل واحد منهم يخبئ في سيرته خللاً في تنشئته، وأن هذا الخلل نابع من سوء العلاقة بينه وبين أبيه أو أمه إذا كانت الأم هي المسيطرة على البيت، لأن القضية هي قضية سلطة عليا. السلطة العليا إذا أتى منها الخلل والأذى يصير عنده ردة فعل، ويصير عنده رفض لكل سلطة عليا وردة فعل إزاء كل سلطة عليا، ولعدم نضجه ولعدم اكتمال عقله يسحب ذلك على الله عز وجل. فهؤلاء بعضهم يكون هذه بدايته، ثم ينتقل إلى فعلا الخلل الفكري. يعني أحيانا يصير معقد القصة، يصير هو أساسا نفسي ولكن ينسحب على الخلل الفكري، فيصير تحتاج أنت تحتوي عاطفيا وبنفس الوقت تناقش عقليا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام
احنا كم الوقت عندنا الحين؟ متى ترى ما ادري انا باقي ربع ساعه وعلى الانتهاء. طيب اختم بهذه القصه المعروفه للنبي عليه الصلاه والسلام وكيف ان نستفيد منها في بيان مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الانحرافات الفكرية، وهي قصة الشاب الذي جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا. تعرفونها، النبي عليه الصلاة والسلام أتاه شاب وقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هني سؤال، هذا الشاب مشكلته في الشبهات ولا في الشهوات؟ شهوات ولا شبهات؟ هذه شبهة ولا شهوة؟ مو شبهة؟ شبهة؟ شلون مختلط عليه الأمر؟ يعني لو كانت شهوة بس كان شنو؟ كان ما شاور. يعني هو لاحظوا جاي معترض على الحكم الشرعي، ليش حرام؟ صح ولا لا؟ فلو كان شهوة بس كان راح مباشرة وزنى، لكن القضية لا، مو شهوة. نعم ممكن يكون خلفها شهوة لكنها تحولت إلى شبهة. ليش الزنا حرام؟ اسمح لنا أن نزني يا رسول الله، ترى هي شبهة وليست شهوة، أصلها شهوة، لكن لو كانت شهوة فقط ما جاء. هو جاي يناقش ليش عندكم في الإسلام حرام الزنا، ليش ائذن لي في الزنا؟ واضح؟ فهنا هذه القضية الأولى، أن هذا الشاب عنده خلل أو إشكال فكري، كيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول نقطة قبل لا ندش في النقاش اللي حصل، النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن هذا الشاب قال هذا الكلام بمحضره يدل على ماذا؟ على السماحة وعلى وجود صدر مفتوح وجسر ممدود بينه وبين الشباب. يعني هذا الشاب لو كان صاير موقف قبل ذلك أن في شاب سأل ونهره النبي عليه الصلاة أو ضربه أو شتمه، هل كان تجرأ وسأل؟ أبدا. إذن أول نقطة، المربي والمعلم وقبل ذلك الأب والأم، إذا كان الجسر بينه وبين المتربين أو الأولاد مهدوما أو مقطوعا فهذا أكبر خلل. إذا كان يخاف يكلمك، يخاف يسألك، يخاف يناقشك، ما الذي سيحصل؟ راح تتجذر الفكرة عنده وراح يلجأ إلى إيش؟ إلى شخص آخر قد يزيده انحرافا. بدون لا يلجأ، هو خايف منك، فخوفه يمنعه من اللجوء إليك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا جاك واحد إياك أن تنهره مهما كان سؤاله قبيحا أو شنيعا، مهما كان إذا نهرته وزجرته هدمت الجسر، وإذا انهدم الجسر خلاص ما فيه. مستقبلا تجد بعد مدة تكتشف شخصية أخرى تماما، ما تدري من وين تكونت، شلون تكونت. فإذا هذا الشاب ما الذي حمله على هذا السؤال؟ حلم النبي عليه الصلاة والسلام وسعة صدره. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شر الناس من اتقاه الناس، من تركه الناس اتقاءه فحش. يعني أحيانا ودك تكلمه بشيء تقول: يا معود لا لا لا
ما لا تناقشه ولا تفتح مع الموضوع، فكنا من شره. بس هذا هذه الشخصية ليست شخصية إصلاح، ما تصلح، بل بالعكس هذه شخصية إفساد. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان سمحا، وأمثلة كثيرة في مثل الأعراب اللي بال في المسجد، اللي آخر شيء هذا الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معه بحبه، لأن هذا جاهل. شارب الخمر لما لعنه قال لعنه الله ما أكثر ما يود، فقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. ذاك الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أني أصبت ذنبا عظيما، أنا قبلت امرأة أو كذا، فقال أصليت معنا؟ قال نعم. فقال يعني إن الحسنات أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. مواقف كثيرة. فالمربي أولا يجب أن يكون لين الجانب، منفتحا، لا يزجر ولا يردع، بمعنى ينهى بغلظة أي واحد إذا أتاه سائلا. ونتكلم عن الأتاك سائل، أما اللي يشتم أو يسب هذا موضوع ثاني، هذا تربية لها طريق ثاني. احنا ما نتكلم عن أساليب التربية، بلا شك تحتاج إلى أحيان شيء من الحزم، شيء من الشدة. لا، أنا أتكلم عن من عنده إشكال. إذن هذا كأني أرى المنظر الآن، واقف والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد، حوله أصحابه، يا رسول الله إذن لي في الزنا. فهم الصحابة شون تقول هالكلام، هم يعني اضطرب الموقف، تكهرب الجو. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خيارات، أبسط خيار أن يقول لا ما أذلك، توكل على الله. في خيار أنه يزفه يصارخ عليه، في خيار أنه يقول أكلمك بعدين، عدة خيارات. ما الخيار الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أدنه. لا، أول شيء قبل الأسئلة قال له قرب، كأنه مستحي أو عنده شيء متحرج، خايف من ردة الفعل، يمكن ما تدري. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتويه، أدنه. فلا زال يقول له أدنه حتى ألصق ركبتيه بركبتيه. هذا يعطينا فائدة شنو؟ ما الدرس هذا من هذا الموقف؟ الاحتواء، إشعار إن أنا شنو؟ ولست ضدك. واضح؟ إعطاء رسالة لهذا الولد إن ترى إحنا مو ندين، إحنا مو متصارعين، لا لا لا، أنا في صفك، قرب مني، أنت في صفي وأنا في صفك، ولست ندا ولا ضدا. إذا لأن إذا تعامل معك على أن ند راح يصير مثل المصارعة، ها أنت كذا، أنت ذاك اليوم قلت كذي وأنا ذاك، ما راح تصل إلى حل. الرسالة أو خلينا نسميها عنصر العلاج الأول، إيصال رسالة أن أنا ترى معك، أنا وياك، أنا أبي أعالجك، أنا مو جاي أبين أنك غلطان. بعض الشباب المحاورين اللي يحاورون هؤلاء الشباب يدخل كأنه في مصارعة ويتصيد عليه، ها شوف 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 كلامك أنت قلت كذا، لا لا لا، تعامل بهذه الطريقة. لأن إذا وصلت رسالة إلى الطرف الآخر أنك أنت مناظر وتبي تصيد عليه الزلة، كش. أول نقطة وأعظم نقطة إشعار الطرف الآخر أنك معالج وأنت محتوي، لست إيش؟ ندا ولا ضدا ولا مناظرا ولا محاربا. وهذه لها أساليب كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لابن عمر ووضع يديه على كتفيه وقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، ومسك يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعلمه التشهد. قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، استعمال
ما يسمى بالتلامس الجسدي. تمسك إيده، تقعد يمك، تحط إيدك عليه، تشعره بأنك إيش؟ قريب منه ومحتوي. فنسميه عنصر الاحتواء العاطفي. بعدين أول شيء احتوى عاطفيا، خلى يقرب منه إلى أن لصق به، ثم قال له إيش؟ شنو قال له؟ قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال: ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، لخالتك. هذا عنصر شنو؟ النقاش الإقناعي. بالضبط. يعني هذا الشاب جاي يسأل عن حكم مستقر في الشريعة، صح ولا لا؟ ما كان واضح الزنا حرام، انتهى الموضوع. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له: أنت ما تدري أن الزنا حرام، شلون تقول هالكلام هذا؟ خلاص الزنا حرام، انتهى، اسمع وأطع. كان بإمكانه يقول له كذي، صح ولا لا؟ لكن لا، حاوره بالعقل ولا بالشرع؟ العقل، لأن الشرع خالص واضح، وجاي هو الولد يعرف أن الشرع يحرم الزنا، لذلك هو لو ما يدري أنه حرام كان ما جاء يقول أذن لي في الزنا. واضح؟ حاوره النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، بل أعطاه أعلى درجات الحوار العقلي. أعلى شيء في الحوار العقلي أنك تستنطق الطرف الآخر بحجتك أنت، توصل أن تخلي الطرف الآخر يقول اللي أنت تبيه. لما قال له كنا يقول له: طيب خلنا نمشي معك، أفرض أني سمحت بالزنا، أنا ما أقدر أسمح بالزنا لك لوحدك، صح ولا لا؟ أنا إذا بسمح بالزنا بسمح للجميع، وهذا الجميع سيشمل أمك وأختك ترضى؟ قال: لا ما أرضى. قال: حتى الناس ما يرضى، لأن المرأة التي ستزني بها هي أمه أو أخته أو بنته، أحد الناس. واضح؟ فهنا أقنعه، عطاه الحكمة، عطاه التعليل، عطاه الحكم والحكمة، مع الانتباه أن هذا الطرح أحياناً لا يناسب بعض الشباب، لأن أنا استعملت نفس السؤال. أي والله تقول لا لا لا، أنا أقولك، أنا مرة كذي شاب ملحد قعدت أناقشه، فطبعاً قال: أنا المفروض ما في منع، المفروض واحد هو بنفسه وهو ما مدام ما ضر أحد. قلت له: يعني أنت لو مسكك البلد؟ قال لي: أنا راح أفتح كل شيء حتى المخدرات، والله العظيم حتى المخدرات راح أسمح فيها، ما راح أجبر أحد على شيء. قلت له: والزنا؟ قال: حتى الزنا. قلت له: زين، أنت عندك خوات؟ قال لي: عندي خوات. قلت: ما عندك مشكلة أن تزني أختك؟ والله يا جماعة. قال: إذا هي راضية. والله أنا ما عندي مشكلة. طبعا هنا في احتمالين، في احتمال أنه مكابرة، لا، وفي احتمال أنه منتكس الفطرة. ترى الشبهات تنكس فطرة الإنسان، والله، لأنه كان يتكلم بثقة. وفي احتمال أنه لا، مجرد مكابرة، يعني ما يبي. هذه قضية أخرى عاد، هذه يعني هذا صار إنسان يحتاج إلى علاج من نوع آخر، يعني إلى علاج نفسي، هذا بدليل الشذوذ. الشذوذ هذا انتكاس فطرة. والله يا جماعة، قال: أنا ما عندي مشكلة. قلت له: أنت لو تسمح في البلد ترى هذا يشملها. قال: عادي، أنا ما أجبر أحد على شيء. قلت له: أختك عادي؟ قال: إذا هي راضية أنا ما عندي مشكلة. والله أن حتى أني قشعرت ويقول لي هالكلام. ها؟ عاد الله المستعان. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن الأسئلة، العنصر الثاني في العلاج الحوار العقلي. بعد الحوار، بعد الاحتواء العاطفي والحوار العقلي، شنو سوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وضع يده على صدره ثم دعا له، قال: اللهم اشرح صدره
وحصن فرجه وجنبه الفتن. هذا العنصر الإيماني، ثلاث عناصر: احتواء عاطفي، إقناع عقلي، احتواء إيماني أو عنصر إيماني. هذه مدرسة النبوة في معالجة الأفكار الخاطئة. خذ على كل فكرة حط فيها العناصر الثلاثة هذه: عنصر إشعار الطرف الآخر أنك محتويه، أنك معاه ولست ضده. اثنين، عنصر الإقناع، وهذه مهارة يجب أن تتعلم وتدرس وتمارس ويطور الإنسان فيها نفسه باستمرار. ثلاثة، العنصر الإيماني، بأن تدعو له، تدعو له، ولا بأس من التطرق إلى الجانب الوعظي قليلا. نعم. لا، انا تدري او عندي خبر ان في شخص ذكر في الافكار هذه. ايوه، مثلا اطرح قصه، كلام سليم، هذا كلام سليم 100%. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كان ينوع اساليب التعليم، عند التعليم المباشر، وفي عنده التعليم باللغز، طرح الاسئله، وفي عده احاديث في هذا الجانب. هذا مو لغز، لا، اللغز مثل ما شجرة مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها مثلا. وفي التعليم بطرح السؤال: أتدرون ما المفلس؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وفي التعليم بالقصة، لا غير ما بالغ القصة، أنك تقول قصة حصلت، أي نعم، ما بال أقوام، هذا توجيه مباشر من جهة المعلومة ولكنه غير موجه لأحد. يعني أنت تدري أن المجموعة مثل الطلاب في الفصل واحد منهم أو اثنين عندهم مشكلة، ولا تبي تواجههم بشكل مباشر، فتطرح على الجميع ما بال أقوام الفكرة عامة، تقول والله في شباب مثلا أو في ناس يفعلون كذا 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 كذا. شنو استفدت؟ استفدت أنك أنت وصلت المعلومة اللي تبيها ولم تحرجهم، زائد أن في ممكن غيرهم عنده نفس المشكلة أنت ما تدري عنها، فأنت عممت الفائدة، واضح؟ ولم تفضح أو تحرج هذا الشخص. وفي التعليم بضرب المثال، في قصة وفي مثال، مثال خيالي مو حقيقي، واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ما في حامل مسك حقيقي، هو مثال. وفي التعليم بالرسم، خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا وخط خطوطا، هذا بحر أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. هذا موضوع كبير، وأنا بدلكم على كتاب جمع هذه الأساليب، كتابين. الكتاب الأول، النبي، عنوان الكتاب هكذا: النبي صلى الله عليه وسلم معلما، للدكتور فضل إلهي. النبي صلى الله عليه وسلم معلما، تأليف الدكتور فضل إلهي. وفي كتاب ثاني عنوانه الرسول المعلم، الدكتور عبد الفتاح أبو غدة، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. كتابان نافعان جمع أساليب التعليم النبوية: التعليم بالقصة، التعليم باستغلال الحدث مثلا. مثل، من يعطيني مثال شنو التعليم باستغلال الحدث؟ إيه يعني، صح، هذا في واقعنا، لا أنا أبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت، ما شاء الله عليك، أن كانوا في ليلة القمر واضح، كان ليلة بدر، قالت: هل ترون القمر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: هل تضامون في رؤيته؟ يعني متزاحمين ولا كل واحد يشوفه في بيته؟
قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطاع أحدكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. مثال آخر حديث الجدي الأسك، كان النبي عليه الصلاة والسلام ماشيا مع أصحابه فإذا بجدي أسك ميت، جدي يعني طلي، أسك أذنه صغيرة، وهذه صفة مذمومة يعني ما هي طيبة في الغنم، وفطيس. شوفوا الحس الدعوي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ماشي مع أصحابه وقف وراح لهذا الجدي الأسك الميت ومسكه وأخذ إذنه، قال أيكم يحب أن هذا له؟ طبعا لاحظوا الموقف شنو مدى التشويق أو الشد في الموضوع، صح؟ شنو منو يا؟ فقالوا يا رسول الله لا أحد يحب أن هذا له وهو حي، فما بالك وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يعني أنتم شفتوا شلون هذا شلون هين عليكم ما يسوى شيء عندكم؟ الله سبحانه وتعالى الدنيا أهون عليه من هوان هذا عليكم. تخيل، فوصل الرسالة باستغلال موقف هذا الحس الدعوي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني نقطة مهمة جدا. طيب هذا يعني ما حببت أن يعني أذكره، وأعتذر عليكم على الإطالة، ما أدري إذا في وقت للأسئلة أو شيء. طيب في أحد عنده سؤال أو استفسار أو إضافة نستفيد منكم فيها فيما مر معانا؟ هي مثل ما قلنا مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في احتواء المنحرفين، ما نسميهم منحرفين فكريا، المتأثرين ببعض الأفكار، هي ثلاث عناصر: الاحتواء العاطفي، الإقناع العقلي، الاحتواء الإيماني والدعاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأمته ويقول لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. فأيضا هذه نقطة، أنك لا تتكل على نفسك أن والله أنا صاحب الحجة أنك، لا 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 لا، اعتمد على الله سبحانه وتعالى في هدايتك أنت براسك، أنت ممكن أن تضل. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الدين ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.